صباح الخير. النهاردة هندرس مع بعض chapter 4 اللي اسمها الهيت effects، والشابتر ده مهم جدا في دراسة الثيرمودينامكس وبالذات بالنسبة للكيميكال انجينيرز، لأن الهيت ترانسفير دي بتعتبر واحدة من الفاندمنتال اوبريشنز في الكيميكال اندستري. علشان نفهم مع بعض الهيت effects المختلفة هناخد الاكزامبل ده، هيوضح لنا هيت افكتس كتيره جدا بتكون موجوده في كيسز كتير قوي في الصناعات الكيميائيه، مش بس في الاكزامبل اللي قدامنا ده. لما بيتم الصناعه بتاعه الماده اللي اسمها ايثيلين جلايكول، دي بتتم عن طريق الاكسيديشن اوف ايثيلين تو ايثيلين اوكسايد، وبعدين بعد كده بيعملوا الهايدريشن للمركب الناتج يحولوه الى جلايكول. طيب عايزين نشوف الهيت افكتس الانفولد في reactions والprocesses المختلفة اللي هي أو الoperations المختلفة اللي بتواجهنا في الصناعة بتاعة الجلايكول. أول حاجة لقوا إن الoxidation step اللي هي الأولانية، لأن إحنا بنقول oxidation of ethylene to ethylene glycol، لقوا إن الoxidation step دي بتكون most effective لما تبقى carried out عند درجات حرارة تقريبا بتساوي 250 درجة. ففي الحالة دي ان الرياكتنتس اللي هم اللي احنا قلنا عليهم فوق دول اللي هم الايثيلين مع الاكسجين لازم يحصل لهم بري هيتنج قبل ما يخشوا رياكتر. فبالتالي لازم واحنا بنعمل ديزاين للبري هيتر نعرف كميه الحراره اللي لازم نديها للبري هيتر علشان ترفع درجه حراره الرياكتنتس اللي هم الايثيلين والاكسجين من درجه الحراره اللي هم داخلين بيها الرياكتر لدرجه حراره 250. يبقى لما يكون عندنا الإيثيلين والأكسجين بالكميات المعينة اللي احنا عايزينها، عايزين نسخنهم من درجة الحرارة اللي هم داخلين بيها الرياكتور لغاية 250، فلازم نحسب كمية الحرارة اللازمة لكده. يبقى دي أول نوع من الهيت إفكتس اللي احنا ممكن نقابله. النوع الثاني لما بيحصل الأكسيديشن بقى ما بين الإيثيلين والأكسجين، الأكسيديشن رياكشن دي بتكون إكزوثيرميك، فنتيجة إن في إكزوثيرميك بروسس حصلت في حرارة بتنطلق من التفاعل ده، فبالتالي الميديوم اللي جوه الرياكتور درجة حرارته هتعلى، وهتعلى كتير أكتر من 250 درجة، ودي حاجة مش مطلوبة علشان الموضوع ده بيؤدي إلى production of undesirable side products أو undesirable products. فبالتالي لازم يكون في كمية حرارة نسحبها باستمرار من الرياكتور علشان نحافظ على درجة الحرارة باستمرار ما تعلاش عن 250 بحاجة كبيرة. يبقى في كمان كمية حرارة لازم تتشال من هنا. يبقى احنا شفنا ان في البري هيتنج ده محتاج ان احنا نسخن الرياكتنتس اللي هي داخله الرياكتور من الدرجه اللي هم موجودين عندها لدرجه حراره 250، ومطلوب حساب كميه الحراره اللازمه لكده، ولقينا ان التفاعل اللي بيحصل في الرياكتور بيكون مصحوب بطرد حراره، لان التفاعل ده اكزوثيرميك رياكشن، فبالتالي درجه حراره الوسط بتعلى، فلازم نسحب الحراره الزياده دي. فعايزين نشوف نسحب قد ايه كميه من الحراره علشان درجه الحراره جوه الرياكتور ما تعلاش عن 250 بحاجه، يعني حاجه كبيره يعني، علشان درجه الحراره لو عليت عن كده هتؤدي الى الفورميشن اوف undesired products. ف لازم برضو نسحب كمية الحرارة اللي اتكلمنا عليها دلوقتي دي. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان الإيثيلين أوكسايد اللي هو متكون عندنا ده بيبقى hydrated، يعني بيتحط له water علشان يتحول إلى glycol، يحصل absorption للإيثيلين أوكسايد في الووتر علشان زي ما قلت لكم يتحول إلى glycol. ده بيكون برضو مصحوب بطرد كمية من الحرارة نتيجة الفيس تشينج اللي حصل. يبقى كل دي سواء شايفين هنا الحاجات اللي متسطر عليها دي، البري هيتنج محتاج كمية حرارة، الهيت افكتس اسوشيتد وذ كيميكال رياكشنز دي برضو هيت افكتس، الفيس تشينج بيكون برضو في هيت افكتس، وبعد كده الجلايكول اللي هو متكون ده بيبقى ريكفرد من الووتر باي ديستيليشن، برضو هو تاني هيت افكت اهو اللي هو الفابورايزيشن من الليكويد. ف واضح قدامنا دلوقتي من المثال اللي فات ده اهو ان في حاجات في هيت افكتس بتكون مصحوبه بارتفاع في درجه الحراره، او تكون لما بنسحب الهيت دي بتكون الهيت افكتس دي مصحوبه بانخفاض في درجه الحراره. المهم يعني يكون في تغير في درجه الحراره مع الاديشن او ريموفال اوف هيت، دي اللي بيسموها سنسبل هيت افكتس.
وفي انواع تانية بتكون الهيت افكتس بتكون نتيجه الكيميكال رياكشنز، وفي انواع تانية من الهيت افكتس بتكون نتيجه الفيز تشينج او الفيز ترانزيشن، والانواع التانية نتيجه الفورميشن اند سيبريشنز اوف سوليوشنز. يبقى كل الحاجات اللي قدامنا ديت في حاجه اسمها سنسبل هيت افكت، وفي اللي هي characterized by temperature changes، وفي heat effects ناتجة من chemical reactions أو من phase transition أو من formation و separation بتاعة solutions. كل دي heat effects مختلفة هندرسها مع بعض في الشابتر ده. عايزين نشوف example كمان يوضح لنا الفرق بين الheat effects المختلفة. لو جبنا الexample ده مهم جدا، هيفهمنا حاجات كتير قوي بالنسبة في thermodynamics. الexample ده هو heating curve of water. يعني ايه؟ لو جبنا كيوب اوف ايس، مكعب من التلج درجة حرارته ناقص 10 ديجري سلسيوس وموجودة عند 1 اتموسفير، فطبعا الايس لما يكون عند ناقص 10 او الووتر لما تكون موجودة عند ناقص 10 و 1 اتموسفير هتكون موجودة في صورة ايس، تمام؟ لو احنا بدينا نسخن التلج ده هيحصل ايه؟ احنا عايزين نتخيل الموليكيولز جوه الكيوب بتاعت الايس دي شكلها ايه. الموليكيولز دي بتكون in a fixed position، وبيحصل ايه؟ vibration around the fixed position. فكل ما انا بسخن ال vibration بتاعت المولكيولز about the fixed positions ديت بتزيد، يبقى ال vibration بيزيد نتيجة ال heat addition، فبالتالي ال temperature of ice increases. يبقى في الحالة دي لما اجيب ice عند درجة حرارة ناقص 10 1 atmosphere ابتدي اسخنه، هلاقي kinetic energy بتاعت الجزيئات بتزيد، لكن الجزيئات بتبقى fixed in position، فبالتالي الحركة المتاحة قدامها اللي هي بتكون بس ال vibration بتاعت المولكيولز دي about the fixed positions. فطالما ان الكينيتيك انرجي بتاعت الجزيئات زادت فبنبص نلاقي temperature of the ice هتزيد. طيب ال temperature of ice هتزيد، هتبقى مثلا ناقص 10 ناقص 8 ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5 لغاية ما توصل للصفر. how fast درجة الحرارة دي بتعلى؟ يعني هتعلى بسرعة قوي ولا بسرعة متوسطة ولا ايه بالظبط السرعة اللي هتعلى بيها درجة حرارة التلج؟ هي بسرعة قد ايه درجة الحرارة دي هتعلى؟ دي بتعتمد على الهيت كاباسيتي او specific heat بتاعت السوليد. كل ما كان specific heat بتاعت السوليد كبيرة كل ما كان temperature rise بيكون ابطأ. ده الكلام ده كنا قلناه في chapter 2 قبل كده لما اتكلمنا على الهيت capacity او specific heat بتاعت different materials. طيب بعد ما وصلنا لدرجة حرارة واحد صفر صفر والبرشر بيساوي 1 اتموسفير، فبيقول هنا هو عند 0 ديجري سلسيوس 1 اتموسفير ال vibration بتاعت الجزيئات بتزيد قوي لدرجة ان شوية من الهيدروجين بونز الموجودين ماسكين المولكيولز بيبدأوا يتكسروا، والمولكيولز تبدأ تطلع وتتحرك من الفيكس بوزيشنز بتاعتها. واول ما بيحصل كده اللي احنا بنشوفه ان الايس بيبقى يبتدي يسيح. طيب هل هنا الهيت ادد بتخلي الجزيئات تبقى تموف فاستر ولا تبعد عن بعض؟ لا، في الحالة دي اللي هي في حالة الملتينج بنبص نلاقي ان الهيت ادد بتخلي الجزيئات تموف ابارت تبعد rather than faster. لو كانت الجزيئات بتمشي اسرع فاستر ده هنبص نلاقي ان درجة الحرارة بتعلى، يبقى كيناتيك انرجي بتاعت الجزيئات بتزيد ودرجة الحرارة بتعلى كده تبعا لها. لكن في الحالة بتاعتنا دي اللي هي في حالة الملتينج بنبص نلاقي ان الهيت ادد بتخلي الجزيئات مجرد انها تبعد بس عن بعضها وما تمشيش اسرع، فبالتالي التمبريتشر بتبقى ثابتة. فاللي احنا عايزين نقوله هنا ان الشينجز ان تمبريتشر بتبقى ريليتد تو كيناتيك انرجي تشينجز. هنا الجزيئات ما بتمشيش اسرع في اثناء الملتينج، هي بس بتبعد عن بعضها، فالملتينج بيحصل ودرجه الحراره بتفضل ثابته. يبقى لما اقول لكم سؤال التمبريتشر تشينجز بتبقى ريليتد لايه، هنقول بتبقى ريليتد للكاينتيك انرجي تشينجز. يبقى لما كاينتيك انرجي بتتغير بتزيد، يبقى التمبريتشر هي كمان ايه بتزيد. يبقى اتكلمنا هنا على مرحله الملتينج، يبقى اثناء الملتينج بتبقى درجه الحراره ثابته لان الجزيئات بتبعد عن بعضها rather than moving faster، يعني kinetic energy بتاعت الجزيئات ما بتزيدش والtemperature بتفضل ثابتة أثناء الملتينج لغاية ما كل التلج الموجود عندنا يتحول لووتر. يبقى في الحالة الأولانية درجة الحرارة بتاعت التلج عليت نتيجة التسخين، عليت درجة الحرارة من 0
لا سوري، بنتكلم على الحته اللي قبل كده اللي هي الهيتنج اوف ايس من ناقص 10 لصفر، ده كان عمليه تسخين، يعني الهيت ادت كوزس التمبريتشر تو رايز، لان درجه الحراره عليت من ناقص 10 الى 0 ديجري سلسيوس. يبقى في الحاله دي الهيت اديشن هنا كان مصحوب بزياده في درجه الحراره، فده بنسميه سنسبل هيت افكت. في الحاله الثانيه اللي هنا دي كانت الهيت اديشن مش مصحوبة بزيادة في درجة الحرارة، لكن درجة الحرارة فضلت ثابتة عند 0 ديجري سلسيوس أثناء الملتينج لغاية ما كل الآيس اتحول إلى ووتر نتيجة إن الجزيئات ما مشيتش أسرع، بس مجرد إنها بعدت عن بعض فالتمبريتشر بتفضل كونستنت. ده يبقى اسمه latent heat effect. يبقى المرحلة الأولانية اللي كان فيها التسخين بتاع التلج من صفر، من ناقص 10 لصفر، دي كانت sensible heat effect لأن الهيت أديشن كان مصحوب بزيادة في درجة الحرارة. عملية التسخين عند صفر دي بتكون ثابتة درجة الحرارة، درجة الحرارة ما بتتغيرش فيها، واسمها latent heat effect. والheat addition هنا بتخلي الفيز يحصل فيه change، الايس يتحول إلى water ودرجة الحرارة تفضل ثابتة، ودي اسمها latent heat effect. طب الخطوة اللي بعد كده، لو جبنا الwater اللي هي عند 0 degree celsius وسخناها إلى 100، الheat addition هنا هو هتخلي temperature بتاعت المية تعلى، لان الهيت اديشن في الحاله دي هتخلي كاينتيك انرجي بتاعه الجزيئات تزيد. طيب هنا برضو بنقول ان اما بنسخن الميه عند صفر لغايه 100 درجه الحراره بتزيد. طيب هل هتبقى زياده في درجه الحراره اللي بتحصل في الميه بتبقى بنفس السرعه اللي درجه الحراره بتعلى بيها لما بنسخن التلج؟ لا، هنبص نلاقي هنا التمبريتشر رايز مش سريع زي ما كان في حاله التسخين بتاعه الايس، لان السي بي بتاعه الووتر بتاعت الايس از لوور. ما دام السي بي بتاعت الايس از لوور يعني معناتها ان انا مسخنه درجه حرارته هتعلى اسرع. يبقى في الحاله دي هنا لما بنسخن الميه من صفر ل 100 ده اسمه سنسبل هيت افكت، لان كانت التسخين او الهيت اديشن بيؤدي الى ارتفاع في درجه الحراره، بس الارتفاع او المعدل بتاع الارتفاع في درجه الحراره في الحاله دي مش سريع زي ما كان في حاله التسخين بتاع التلج من ناقص 10 لصفر، لان السي بي بتاعه الايس بتكون lower than that of a water. يبقى في نهايه البروسيس دي اللي هي عباره عن sensible heat effect تاني، بيكون وصلنا لووتر عند درجه اللي هي 100 degree celsius. لو سخنا بعد كده وبرده طبعا البريشر بيساوي 1 اتموسفير، هنبدا نلاقي ان الميه اللي موجوده بتبتدي تغلي. يبقى at the boiling point برده هنقول هنا هوت ان الكايناتيك انرجي بتاعت الجزيئات بتبقى كتير قوي، لدرجه ان بتعلى قوي لدرجه ان الهيدروجين بونز اللي موجوده وما كانتش لسه اتكسرت اثناء الترانزيشن من سوليد الى ليكويد، هنا الهيدروجين بونز بقتها بتتكسر كلها. وبرده الهيت اديشن في الحاله دي بتخلي الجزيئات تو موف ابارت راذر ذان فاستر. في الحاله ده في الحاله دي ده بيكون latent heat effect، ودرجه الحراره بتفضل ثابته عند 100 until all the liquid changes into vapor، لغايه ما كل الايه الليكويد يتحول الى vapor. طيب لو هنقارن الزمن اللي هو بيحصل فيه التحول من solid الى liquid يعني الميلتنج والفابورايزيشن، هنلاقي الزمن المطلوب في حالة الفابورايزيشن إن المية تتحول إلى فيبر بيكون أطول من الزمن المطلوب إن المية إن الآيس يتحول فيه إلى ليكويد ووتر. ليه؟ علشان الـ latent heat of vaporization بتكون أكتر بحوالي 6 أضعاف than the latent heat of fusion. فلازم برضو نخلي بالنا من الموضوع ده، إن هو أثناء أو النتيجة إن الـ latent heat بتاعت الفابورايزيشن أكتر بست مرات أو ست أضعاف من latent heat بتاعت الفيوجن، فـ it takes a longer time to vaporize the water than to melt it. الكلام ده كله هنمثل الكلام ده على diagram وهيبقى واضح جدا. يبقى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هي step بتاعت الفابورايزيشن إنها بتكون ثابتة درجة الحرارة، الجزيئات بت move apart rather than faster، و it takes a longer time to vaporize the water than to melt it عشان موضوع latent heat of vaporization and fusion اللي احنا اتكلمنا عليه ده. بعد كده لو جينا سخنا الفيبر above 100 برضو هنلاقي هنا sensible heat effect تاني، لان addition of heat هنا بتعلي درجة الحرارة تعلى، لان kinetic energy بتاعت الجزيئات بتزيد، وبالتالي ده بيكون sensible heat effect. ادي الكولينج سوري الهيتنج كيرف بتاعت الووتر،
بدينا بايس عند ناقص 10. الهيتنج كيرف ده بيكون علاقه ما بين التمبريتشر كمحور واي والتايم كمحور اكس، وده بيكون كونستنت ريت اوف هيت سبلاي، يعني بسخن بمعدل منتظم. بدينا بالثلج عند ناقص 10 ديجري سلسيوس وبدينا نسخنه، هنبص نلاقي ان درجه الحراره بتعلى مع الوقت، فده اسمه سنسبل هيت افكت. لغايه ما نوصل للنقطه دي، النقطه دي لازم تكون عند درجه حراره ايه، عند نقطه درجه حراره صفر، بيبدا الميلتنج يحصل. ادي ده ليتنت هيت افكت. بعد ما الميلتنج حصل عند النقطه دي، بتكون الكومبوزيشن كلها عباره عن ليكويد. لما بسخن الليكويد ده، درجه الحراره بتفضل بتاعته بتعلى على المسار اللي احنا شايفينه قدامنا ده، لغايه ما درجه الحراره توصل 100. والحته المرحله اللي اتكلمت عليها دي بتكون sensible heat effect، يعني لما بسخن درجه الحراره بتعلى. نيجي عند درجه حراره 100، الميه دلوقتي كلها موجوده عند درجه حراره 100، اني هيت اديشن هتبدا يحصل فيها vaporization. فبالتالي بنبص نلاقي ان الهيت اديشن بتخلي الفيز اللي موجوده عندنا يتحول من ليكويد الى فيبر. طول ما احنا ماشيين في الاتجاه ده، كميه الليكويد بتقل وكميه الفيبر بتزيد، ودرجه الحراره بتبقى ثابته، لان ده ليتنت هيت افكت. يعني الاديشن بتاعه الهيت داز نوت كوز التمبريتشر تو رايز، بس الاديشن اوف هيت بتغير الفيز، بتحوله من مثلا من سوليد الى ليكويد، او بتحوله من ليكويد الى فيبر، حسب احنا فين بالظبط على الدايجرام. بعد كده هنا الكومبوزيشن دي بتكون كلها 100% فيبر. بعد كده لو انا جيت سخنت الفيبر اللي هو موجود عند درجه حراره 100، درجه الحراره بتاعته هتعلى، وبالتالي يبقى ده سنسبل هيت افكت تاني. ادي هنا المنطقه دي كان فيها اللي هو التحول من سوليد الى ليكويد، والمنطقه دي فيها التحول من ليكويد الى ايه، فيبر. ده الكيرف اللي قدامنا ده، ده اللي هو ايه السنسبل هيت افكت. هنا ادي اللاين ده، ده فيه سنسبل هيت افكت، واللاين ده فيه سنسبل هيت افكت. الكيرف ده او اللاين ده ستيب، فيري ستيب، يعني ايه، يعني الميل بتاعه جامد، هنا الميل بتاعه اقل. طب ليه الميل ده اقل من الميل اللي هنا ده؟ لان هنا هو في المنطقه دي لما بسخن بلاقي درجه الحراره بتعلى بسرعه، يبقى فيري ستيب. هنا لما بسخن درجه الحراره بتعلى بريت اقل، فبيكون less steep. لو كنا عايزين نعرف بقى مع بعض ايه هو السنسبل هيت افكت ديفينيشن، بيقولك هيت ترانسفير تو ا سيستم لما ما يكونش فيها فيز ترانزيشن، ما يكونش فيها كيميكال رياكشن، ما يكونش فيها تشينج ان كومبوزيشن، بتكون نتيجه الهيت ترانسفير دي ان درجه الحراره بتاعه السيستم هتتغير. طيب اما نيجي ندرس السنسبل هيت افكتس، ايه اهم حاجه عايزين نعرفها؟ هو احنا عايزين نجيب ريليشن ما بين الكوانتيتي اوف هيت ترانسفيرد والريزلتنج تمبريتشر تشينج. يبقى الجزء اللي جاي في الدراسه بتاعتنا اللي احنا هندرسه، اللي هو الجزء بتاع السنسبل هيت افكتس، ان احنا نجيب ريليشن ما بين كميه الحراره اللي هتروح لسيستم معين والريزلتنج تمبريتشر تشينج اللي هيحصل فيها. يعني عايزين نجيب ريليشن، زي ما قلت لكم، نجيب علاقه ما بين ايه، ما بين كميه الهيت اللي هيحصل لها ترانسفير والتمبريتشر رايز المصاحب او التمبريتشر تشينج المصاحب. لما بيكون عندنا هوموجينيس سبستنس، يعني وان فيز، لو انا عايز اتكلم على الانثالبي بتاع الهوموجينيس فيز ده، احنا قلنا لما يكون عندنا هوموجينيس فيز الانثالبي مثلا بيكون فانكشن في حاجتين، مثلا التمبريتشر وبريشر. اكوردنج تو الفيز رول اف ايكوال سي ناقص بي زائد 2، هنلاقي هنا الاف ايكوال 2، يعني احنا محتاجين two properties of the system in order to establish the thermodynamic state of the system دي. فلو كنا بنتكلم على homogeneous phase، ال phases بتساوي واحد، وبالتعويض في الفيز رول هنلاقي ان الاف بتساوي 2، فالاتش هتكون function في temperature وpressure. لما نعمل partial differentiation هنحصل على المعادله دي اللي بتقول دي اتش equal سي بي دي تي زائد دي اتش باي دي بي at constant تي دي بي. الترم الثاني من المعادله اللي هو ده هيكون بيساوي صفر امتى؟ لما يكون البريشر ثابت، او لما يكون الانثالبي is independent of pressure at constant temperature. امتى الانثالبي بيكون independent in pressure at constant temperature؟ لما يكون عندنا ideal gas. يبقى الترم الثاني من المعادله اللي هو الترم الثاني ده هيكون بيساوي صفر في حالتين، لما يكون عندنا يا اما ideal gas يا اما constant pressure process. ماشي؟ طيب يبقى في الحاله دي لما يكون عندنا
ideal gas أو constant pressure process هيبقى عندنا dH equal Cp dT ودلتا H equal تكامل Cp dT. وبعدين لما يكون عندنا دي المعادلة دي زي ما اتفقنا إن هي كانت المعادلة بتاعت ideal gases in general بصرف النظر عن نوع البروسس هي إيه، بس لما نكون عايزين نحسب دلتا H for an ideal gas بنقول إنها بتساوي التكامل ده بصرف النظر عن نوع البروسس. لما يكون عندي constant pressure process هقول Q equal دلتا H equal التكامل اللي قدامنا ده. فبالتالي أنا بقول Q equal تكامل CPDT لما يكون عندنا mechanical reversible constant pressure process. يبقى لو أنا عايزة أجيب relation ما بين الهيت ترانسفر وال temperature change اللي حاصل هتبقى عن طريق المعادلة اللي قدامنا دي اللي هي Q بتساوي التكامل ده اللي هي Q بتساوي دلتا H بتساوي التكامل ده. ده لما يكون عندنا mechanical reversible constant pressure non-flow process. نفس الكلام بالنسبة لليو لما يكون عندنا homogeneous substance اليو function في حاجتين نعمل differentiation هنبص نلاقي ان du بتساوي CVDT زائد الترم التاني ده. الترم التاني ده هيكون zero لما يكون عندنا constant volume process أو يكون ال U is independent of V at constant T اللي هي برضو في حالة ال ideal gas. ومن هنا بنوصل إن دلتا U برضو بتساوي التكامل بتاع CVDT. طيب لما نكون بنتكلم على ideal gas يبقى لازم يكون عندنا ideal gas heat capacities اللي هي CP ال IG دي IG يعني ideal gas و CV IG يعني بتاعت ال ideal gas برضو. يبقى ال ideal gas heat capacities عشان نبين ان هما ال heat capacities بتاعت ال ideal gas بنكتب CP ideal gas او CV ideal gas عشان نميز ان دول ال CV وال CP بتوع ال ideal gas. دول ال CP وال CV are different for different gases. كل gas له ايه ال CP وال CV بتاعته. They are function in temperature and independent of pressure. يبقى لما نتكلم على الـ ideal gas heat capacity دول بيبقوا different for different gases. كل gas له CP و CV بتوعه طبعا عادي، ولكن هما بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على الـ temperature وما بيعتمدوش على الـ pressure. يبقى مهم جدا في الشابتر ده علشان احسب الـ delta U او الـ delta H ان انا اجيب الـ CP و CV بتوع الـ ideal gas. يبقى اتفقنا ان الـ ideal gas heat capacities are different for different gases. كل gas من الـ gases له CP و CV بتاعته الخاصة به اللي هم وفي حالة الـ ideal gas بيكونوا CP ideal gas و CV ideal gas بيكونوا function في temperature و independent of pressure. لو أنا عايز أجيب CP بتاعت الـ ideal gas ممكن أجيبها عن طريق graph زي اللي قدامنا ده. الجراف ده عبارة عن relation ما بين CP ideal gas على R كمحور Y و temperature كمحور X، وهنا عندنا الجاز ده أرجون وده نيتروجين وده ووتر وده كربون دايوكسيد. أنا عايزة أجيب السي بي بتاعت الـ ideal gas عند 1500 كلفن بالنسبة للنيتروجين. أروح جاي عند 1500 وطلع فوق كده هو لغاية ما أوصل للكيرف بتاع النيتروجين وأمشي بالعرض كده أجيب قيمة بتاعت السي بي بتاعت الـ ideal gas على الأر بالنسبة للنيتروجين. عايزة أجيب السي بي ideal gas بتاعت الكربون دايوكسيد عند 500، أجي عند 500 كده هو واروح طالعه فوق لغايه ما اوصل للكيرف بتاع الكربون دايوكسيد وامشي بالعرض كده اجيب السي بي بتاعه الايديال جاس بتاعه مين بتاعه الكربون دايوكسيد. تمام. وهنا ملحوظه كده بيقولوا لاحظنا ان فور سمول تمبريتشر انترفلز لو كان عندنا تمبريتشر انترفل مثلا من 1000 ل 1500 اللي هي تعتبر سمول تمبريتشر انترفل الخطوط او الكيرفات بتبقى ممكن نعتبرها انها لينير او بتتغير بتغير لينير مع التايم مع التمبريتشر سوري. يبقى دي أول طريقة نجيب بيها CP بتاعت الـ ideal gas. شفنا أول طريقة اللي هي استخدام الجراف اللي قدامنا ده. الطريقة التانية إن هي في معادلة تقدر تحسب لي أو تجيب لي الـ temperature dependence بتاعت الـ CP على الـ بتاعت الـ CP على الـ temperature. المعادلة دي بتساوي كده الـ A والـ B والـ C والـ D دول موجودين في الـ tables بالنسبة للـ different gases. تمام. ف كل مثلا عايز CP IG على R بتاعة مثلا النيتروجين جاس أجيب الـ A والـ B والـ C والـ D بتوع النيتروجين. عايزة بالنسبة للكربون دايوكسيد أجيب الـ A والـ B والـ C والـ D بتوع الكربون دايوكسيد. الـ values بتاعت الـ A والـ B والـ C والـ D are given in tables زي التابل 4.1 اللي معاكم في الورق.
طيب يبقى كده في طريقتين نجيب بيهم السي بي بتاعت الايديال جاس. الطريقه الاولانيه جرافيكال اللي شفناها، وبعد كده الطريقه الثانيه بتجاب عن طريق معادله اللي هي قدامنا اللي انا بشاور لكم عليها دي دلوقتي. الايديال جاس هيت كاباسيتيز دول ابلاي تو ان ايديال جاس، هل ممكن تطبيقهم او ممكن ان احنا نعوض بيهم بالنسبه للريل جاس؟ قالوا اه ممكن نعوض بيهم عند اللي بالنسبه للريل جاس عند لو بريشرز، لما يكون في ديفيشن من الايديالتي بكميه صغيره قوي اللي هي بريشرز اب تو سيفرال بارز، يعني بريشر لغايه سيفرال كام بار كده، ممكن نستخدم السي بي بتاعت الايديال جاس والسي في بتاعت الايديال جاس بالنسبه للريل بريشر لما يكون البريشر بتاعه اب تو سيفرال بارز، لما يكون في ديفيشن من الايديالتي حاجه بسيطه خالص. يبقى بالتالي ان السي بي بتاعت الايديال جاس والسي في بتاعت الايديال جاس بيبقوا جود ابروكسيميشنز فور ذا هيت كاباسيتي capacities of real gases at a low pressure. طيب ناخد example بقى يوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه ده. احنا اتفقنا ان احنا بندرس مع بعض اللي هي sensible heat effects، اللي هي heat effects اللي بتكون مصحوبة temperature changes. الexample اللي جاي ده هيوضح لنا كويس قوي المطلوب مننا، اللي هو بيقول ايه calculate the heat required to raise the temperature of 1 mole of methane from 260 degree Celsius to 600 degree Celsius in a flow process at a pressure of 1 bar. طيب 1 bar ده يعني ايه؟ low pressure، يعني pressure قليل، يعني ممكن نحسب ان الجاس اللي عندنا ده نعتبره ideal gas والpressure ثابت، يبقى delta H بتساوي Q كمان، ومديني المعادلة ان CpIg على R بتساوي اللي هي ادي ال A وادي ال B وادي ال C. هنا بالنسبة للميثين ما فيش الفاليو بتاع دي، ملوش قيمة، زيرو، يبقى خلاص يبقى بنضرب الكلام ده في دي تي. يبقى عوضنا في المعادله، نعوض بالمعادله دي سي بي اي جي على ار، هنضربها في ار اهي، نقول كيو بتساوي دلتا اتش بتساوي التكامل ده. ليه قلنا بتساوي التكامل ده وكيو بتساوي دلتا اتش؟ علشان ده كونستنت بريشر بروسيس، يبقى كيو بتساوي دلتا اتش. احنا ممكن نقول دلتا اتش ايكوال التكامل ده، علشان احنا بنتكلم على جاس عند لو بريشر ما فيش significant deviation من الايديالتي، فممكن استخدم CP بتاعت الايديال جاس في الحالة دي. فCP بتاعت الايديال جاس على R جايبها لي من المعادلة دي، يبقى الموضوع سهل جدا. اعوض بقى هنا، اضرب في R علشان هنا الفاليو ده مقسوم على R، يبقى لازم اضرب فيه هنا هو عشان ايه اضيع ال R اللي تحت دي، واعمل التكامل المحدد ده زي ما انتم عارفين بيتعمل ازاي، واطلع Q بتساوي 19780 جول. دي طريقة سهلة وبسيطة قوي، قدرنا نعرف ان احنا علشان نسخن الميثين من 260 درجة سلسيوس، وخلي بالكو احنا لما عوضنا هنا احولنا درجات الحرارة الى كلفن، ما بنعوضش ابدا درجة سلسيوس، تمام؟ فبالتالي احنا علشان نحسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة بتاعت ال 1 مول من الميثين من 260 درجة سلسيوس الى 600 درجة سلسيوس at constant pressure، كنا محتاجين 19780 جول. يعني this amount of heat must be transferred للميثين واللي هو اللي موجود عندنا ده علشان نرفع درجة الحرارة بتاعته من 260 ل 600 درجة سلسيوس. طيب المشكلة الطريقة دي ما فيهاش صعوبات، لكن هي مشكلتها الوحيدة ان احنا بنضطر نعمل التكامل المحدد. هو مش صعب، بس ايه يعني ممكن ياخد وقت طويل شوية، ممكن حد يغلط في الحسابات في التعويض في الكلام ده. فالأسهل من كده في طريقة تانية اتعملت، اللي هي ايه؟ طريقة تانية تحسب لي نفس كمية الحرارة بس من غير ما نعمل التكامل ايه المحدد، اللي هي عن طريق استخدام ال CPMH، اللي هي بيسموها المين هيت كاباسيتي او CPMH، اللي هي المين فاليو سبيسيفيك فور انتربي كالكوليشنز. CPMH بتساوي التكامل ده على T2 ناقص T1. تعالوا ازاي نشوف ان احنا ممكن نحل المسألة اللي فاتت دي باستخدام الفاليو بتاع CPMH اللي بحسبه من المعادلة دي، من غير ما اضطر ان انا استخدم اعمل التكامل المحدد. احنا قلنا Q بتساوي التكامل ده، مش كده؟ اهو تعالوا نرجع تاني، Q بتساوي التكامل ده، فاحنا عشان نجيب قيمة Q اضطرنا نعمل التكامل المحدد ده. فالطريقة الجديدة اللي احنا هنشوفها باستخدام CPMH هنجيب قيمة Q من غير ما نعمل ايه التكامل اللي قدامنا ده. بان احنا ايه الطريقة الجديدة اللي احنا هنستخدمها، اللي هي بتقول CPMH بتساوي التكامل ده على T2 ناقص T1. طيب جت الفكرة دي ازاي، او جابوا يعني
ايه الابروتش اللي اتعمل عشان نوصل ان احنا ممكن نجيب الكيو من غير ما نضطر نعمل التكامل. قالوا عرفنا الاول سي بي ام اتش على ار بتساوي المعادله دي. المعادله دي مش بنحفظها، بتبقى جيفن لما تكون ايه مطلوبه في المسائل. تي سكويرد اريثماتيك مين، ده المتوسط الحسابي اللي هو تي 1 بلس تي 2 اوفر 2. طيب تعالوا نشوف الفكره دي جت ازاي. قالوا لو عملنا رسمنا جراف، المحور واي بتاعه السي بي ومحور اكس اللي هو التمبريتشر، الرينج اللي بنتكلم عليه احنا عايزين نرفع درجة الحرارة من تي 1 لتي 2 اللي هي الحدود بتاعة التكامل. ادي جبنا رسمنا الجراف، وزي ما قلت لكم محور واي هو سي بي ام اتش ومحور اكس هو التمبريتشر، وكنا عايزين نرفع درجة الحرارة من تي 1 الى تي 2 وعايزين نجيب كمية الحرارة اللازمة. فاحنا كنا بنقول ان الكيو بتساوي تكامل سي بي دي تي، سي بي ايديال جاس دي تي. زي ما فاكرين الورك كنا بنقول ايه، الورك ايكوال تكامل بي دي في، كنا بنحط البي كمحور واي والفي كمحور اكس ونرسم المنحنى ونجيب المساحه تحت المنحنى ونقول هي دي قيمه الشغل. هنا برضو نفس الكلام، بنرسم سي بي كمحور واي وتي كمحور اكس، فبنرسم المنحنى في الرينج اللي بنتكلم عليه من تي 1 الى تي 2، هنحصل على المنحنى ده اللي هو من A إلى B. المساحة تحت المنحنى ده اللي هي المنطقة دي اللي هي اهي تاني، المساحة تحت ادي المنحنى اهو، المساحة تحت المنحنى اللي هي دي اللي هي الحتة اللي هنا دي كلها، دي المساحة تحت المنحنى. طيب دي بتساوي ايه؟ بتساوي Q. طب لو احنا جينا عند T average اللي هي T1 plus T2 over 2، كتبنا هنا T average وطلعنا فوق كده ومشينا بالعرض كده، يبقى الفاليو بتاع سي بي المناظر لتي افريج هو سي بي ام اتش. طيب لو جينا قلنا المساحة اللي هنا دي بتاعت الريكتانجل اللي هو ارتفاعه سي بي ام اتش وعرضه تي 2 ناقص تي 1، المساحة بتاعت ايه الريكتانجل ده، هل هي قد المساحة تحت المنحنى؟ لان انا شلت الحتة دي في الريكتانجل وزودت بدلها الحتة دي اللي هي الشيدد دي، فبالتالي المساحة تحت المنحنى أصبحت تساوي مساحة المستطيل اللي ارتفاعه سي بي ام اتش وعرضه تي 2 ناقص تي 1. يبقى سي بي ام اتش مضروبة في تي 2 ناقص تي 1 بتساوي كيو بتساوي قيمة التكامل ده، لأن احنا اتفقنا إن كيو بتساوي قيمة التكامل ده، والتكامل ده قيمته سي بي ام اتش تي 2 ناقص تي 1. يبقى من هنا نقول إن سي بي ام اتش تي 2 ناقص تي 1 بتساوي التكامل، اهي سي بي ام اتش مضروبه في تي 2 ناقص تي 1 بتساوي التكامل. من هنا اهو دي سي بي ام اتش تي 2 ناقص تي 1 بتساوي قيمه التكامل اللي هو ده اهو. فنرجع للمعادله دي بنقول اهي سي بي ام اتش مضروبه في تي 2 ناقص تي 1 بتساوي التكامل ده. فاحنا لو جبنا سي بي ام اتش وضربناها في تي 2 ناقص تي 1 خلاص جبنا قيمة كيو من غير ما نعمل التكامل ومن غير ما نعمل التكامل المحدد اللي احنا كنا شايفين يعني ممكن يبقى شوية يعني حسابات كتير شوية فيه ولا حاجة. يبقى الطريقة باختصار ان احنا هنحسب سي بي ام اتش من المعادلة دي ونضربها بمنتهى البساطة في تي 2 ناقص تي 1 اللي هو temperature range اللي انا بتكلم عليه، فبالتالي بجبت القيمة بتاعت كيو مباشرة من غير ما اعمل التكامل. تعالوا نعيد الاكزامبل اللي فات تاني ونشوف هل اذا عوضنا في المعادله بتاعه سي بي ام اتش على ار وجبنا سي بي ام اتش وجبنا الفاليو بتاع تي اريثماتيك مين وعوضنا بيه هنا جبنا سي بي ام اتش وضربناها في تي 2 ناقص تي 1، هل هنقدر نحصل على نفس القيمه اللي حصلنا عليها قبل كده اللي هي كميه الحراره اللي رافع درجه الحراره من تي 1 الى تي 2 في حاله الميثان؟ هنبص نلاقي ان احنا اذا جبنا المعادله دي وعوضنا فيها وعندنا تي اريثماتيك مين اهي جبناها، عوضنا فيها تعويض الجبريك عادي خالص، هنحصل على سي بي اي جي ام اتش على ار، لان هنا سي بي ام اتش هي بنتكلم على ايديال جاس لان مفيش ديفيشن من الايديالتي، فممكن نحط الايه هنا اي جي في المنطقه دي كده. فبالتالي حسبنا سي بي اي جي ام اتش على ار، هنضربها في ار
ونضربها في temperature range اللي بنتكلم عليه، هنحسب Q، هتطلع نفس القيمة بالضبط اللي حسبناها في المرة اللي فاتت من غير ما نضطر ان احنا نحسب او نعمل التكامل المحدد. يبقى لو في مسألة بتقول احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة بتاعت اي substance من في temperature range من كذا لكذا، هجيب الطريقة الاسهل. اللي عايز يعمل تكامل محدد طبعا it's up to him. الطريقة الاسهل ان احنا هنجيب المعادلة بتاعت CpIgMH على R ونحسب الفاليو ده منها ونضربه في R، وبعد كده نضربه في temperature range اللي احنا بنتكلم عليه، ونحصل على كمية الحرارة اللازمة for this sensible heat effect. طب هو قال لي هنا ايه بقى؟ لو كان عندي T1 وT2 وطالب مني Q، خلاص مفيش حاجة، مفيش مشكلة خالص. وفي اغلب الاحوال لما بتكون عندنا constant pressure process Q بتساوي delta H، يبقى لما يكون T1 وT2 موجودة القيم بتاعتهم عندنا ما بيبقاش فيه اي مشكلة في الحسابات، زي ما شفنا بالظبط فوق هنا في الاكزامبل ده، ان بنحسب CpMH على R بنضربه في R بنضربه في temperature range وجبنا Q خلاص. لكن المشكلة بتبقى معقدة شوية امتى؟ لو اداني ال Q او ال delta H وال T1 وقال لي هاتي T2، ففي الحالة دي انا باخد المعادلة اللي هي ده هي T2 بتساوي delta H CpMH على CpMH زائد T1، اللي هي هي نفس المعادلة دي بس مكتوبة بطريقة تانية اللي هي دي Q بتساوي CpMH T2 ناقص T1. هنا كتبنا المعادلة بالصورة دي، وبعد كده علشان نحسب T2 اللي هو طالبها هنقول ان احنا بنفرض الفاليو بتاع T2. والله لو كان التسخين بفرض T2 اعلى من T1 واعوض في المعادله بتاعت CpMH اللي هي دي واحسب CpMH على R واضربها في R واجيب الفاليو بتاع CpMH واعوض بيها في المعادله هنا اهو، يبقى انا فرضت T2 وحسبت CpMH من المعادله اللي فاتت وعندي Q او الدلتا H وعندي T1 احسب T2. والله لو T2 اللي أنا فرضتها وحسبت منها CpMH قد T2 اللي طلعالي أوكي، لو كان مختلفين أخد T2 الجديدة دي أعوض بيها تاني في المعادلة بتاعت CpMH على R وأحسب CpMH على R وأضربها في R وأجيب CpMH وأحطها هنا هون وأحسب T2 الجديدة، وهكذا لغاية ما 2 iterations ما تفرقش بينهم النسبة أو الرقم بتاع T2 اللي أنا بعوض بيها هنا عشان احسب CpMH وT2 اللي طلع لي من المعادلة. تمام، ده كان كل اللي احنا عايزين نقوله يعني بالنسبة للسنسبل هيت افكتس. افكركم تاني قبل ما ننقل على النوع التاني من الهيت افكتس اللي هو الليتنت هيت افكتس، ان السنسبل هيت افكتس بتكون الهيت افكتس اللي بتكون مصحوبة بتغير في درجة الحرارة. النوع الثاني من الهيت افكتس اللي هو الهيت افكتس accompanying phase changes of pure substances، ولكن هو لما بيحصل phase change بيقول one pure substance is liquefied from a solid، يبقى في عملية liquefaction أو evaporization at constant pressure درجة الحرارة زي ما اتفقنا ما بتتغيرش، بس برضو بيكون في definite heat transfer from the surroundings to the substance. الإفكتس اللي بالمنظر ده بيسموها latent heat of fusion and latent heat of vaporization. في الحالة دي بيكون عندنا أو الكاركتريستيك فيتشر بتاعت البروسيسز دي اللي فيها phase change بتكون إن في عندنا two phases existing in equilibrium، يبقى في two phases موجودين عندنا في الحالة دي موجودين مع بعض in equilibrium أثناء phase change. يبقى بالنسبة للفيز رول احنا كان عندنا كام الاف بتساوي كام according to the phase rule، لما يكون الفيزز بيساوي 2 الاف بيساوي 1 يعني univariant. يعني احنا محتاجين ان احنا نعرف علشان نحسب latent heat of او accompanying phase change محتاجين ان احنا نعرف one variable only اللي هو مثلا هنا في الحالة دي بيكون temperature. يبقى the latent heat accompanying a phase change is a function of temperature only and related to other system properties by the equation. يبقى لو أنا عايزة أجيب العلاقة ما بين the latent heat وال temperature هي دي المعادلة، درجة الحرارة اللي بيحصل عندها the phase change أو the latent heat بتكون function of temperature. يعني عايزة أجيب relation
ما بين latent heat والtemperature هتكون عن طريق المعادلة دي. يبقى دي latent heat ودي temperature ودي الدلتا V اللي هو التغير في الحجم المصاحب في phase change، ودي P saturated اللي هو P saturated اللي هو vapor pressure بتاع السيستم. دي اسمها Clapeyran equation. المعادلة دي لما نكون عايزين نطبق في حالة phase change اللي هو evaporization بنعمل السبس اللي قدامنا دي. يبقى الإكويشن اللي فوق دي لما نكون عايزين نطبقها أو نستخدمها في حساب latent heat evaporization بنشوف المعادلة بتتكتب بالطريقة دي أهي. شوفوا هنا هو أدي الدلتا H مقسومة على T دلتا V أهي، دلتا H مقسومة على T دلتا V. الناحية التانية فاضل إيه؟ dP saturated على dT. يبقى dP saturated على دي اهي، dP saturated على dT. هنودي دول الناحية التانية اللي هي T دلتا V، هتبقى dP saturated by dT بتساوي دلتا H LV على T دلتا V LV. طب احنا دلوقتي بنقول حاجة مهمة، احنا بنتكلم على عملية vaporization ماشي، يبقى LV يعني التحول من liquid إلى vapor. طيب نكتب نشوف تاني، ال dP saturated by dT بتساوي دلتا H LV على T ال دلتا V LV اللي هو التغير في الحجم المصاحب للفيس تشينج. ال V بتاعت ال vapor اللي هي V V، وال V L اللي هو الفوليوم بتاع الليكويد. زي ما احنا عارفين ان لما يكون عندنا فوليوم بتاع vapor وفوليوم بتاع ليكويد بنقول ان الفوليوم بتاع الليكويد بيكون negligible للفوليوم بتاع ال vapor. بنتكلم على ideal gas فممكن نستبدل الفوليوم بتاع الفيبر بRT على P. نطبق الكلام ده تاني هنا هو، هنقول dP saturated على dT بتساوي دلتا HLV على ادي temperature اهي، واستبدلنا ال V بRT على P. فهنقول dP saturated على P saturated، dP saturated على P saturated بتساوي دلتا HLV على RT squared. ال P saturated دي هتروح هنا اهو، وبعد كده هنعمل التكامل ونقول بعد ما عملنا التكامل ln P2 saturated على P1 saturated بتساوي ناقص دلتا HLV على R، واحد على T2 ناقص واحد على T1. دي اسمها Clausius Clapeyran equation، وبتعمل أو بتديني relation ما بين latent heat of vaporization والvapor pressure على طول. يبقى أنا هنا ممكن أحسب الـ latent heat of vaporization لو عارفة two temperatures وعارفة two pressures. طيب بعد كده لو إحنا عايزين نعمل estimation للـ latent heat of vaporization عند normal boiling point بنستعمل المعادلة دي. يبقى لو أنا عايزة أشوف الـ latent heat of vaporization المطلوبة عند normal boiling point أعوض في المعادلة دي Tn اللي هي normal boiling point، دلتا Hn اللي هي المولر latent heat of vaporization عند T normal، P وتحتها subscript C اللي هي critical pressure، و T reduced normal اللي هي reduced temperature at Tn. تمام، دي المعادلة دي نعوض فيها لو احنا عايزين نجيب latent heat of vaporization عند normal boiling point. طب لو احنا عايزين نعمل estimation latent heat of vaporization بتاعت الليكويد عند اي temperature تانية بمعلومية single temperature، يعني لو انا عندي latent heat of vaporization عند temperature معينة وعايز اجيب latent heat of vaporization عند temperature تانية، اعمل ايه؟ استخدم المعادلة اللي قدامي دي، دلتا H2 على دلتا H1 اهي functions في temperatures اللي هي T reduced 2 على T reduced 1، وقلنا T reduced 2 اللي هي T2 على T critical، و T reduced 1 اللي هي T1 على T critical. example اهو بيقول لك given that the latent heat of vaporization بتاعت المية عند 100 degrees celsius is 2257 جول per gram، عايز يحسب latent heat عند 300. يبقى latent heat عند 100 عندي، latent heat عند 300 مش عندي. T reduced 1 اهي، T reduced 2 بعوض تعويض مباشر في القانون، جبت latent heat of vaporization عند درجة حرارة 300 degrees celsius.